من المدونات مشاهدينا رح نروح للصحافة، والبداية مع صحيفة العرب اللي كانت يعني شوي خلينا نقول ضد الاستفتاء، وقالت اللي أجري في تركيا، قالت أنه يقسم تركيا لدولتين عثمانية وأتاتوركية. أما كمان بالعناوين، روسيا بتستثمر أخطاء ترامب بالانفتاح شرقا، السوريون مواطنون من الدرجة الثانية في بلاد مقابل الإيرانيين، وموسكو تسارع لاستئناف المفاوضات السورية وعينها على واشنطن. إيران تواجه معضلة تشتت مكونات البيت السياسي الشيعي في العراق. من العرب رح ننتقل معا للشرق الأوسط، وبالشرق الأوسط حماس تصرح لفتح أو تقول لفتح أبو مازن أو غزة. واشنطن لمفاوضات حازمة مع موسكو حول سوريا، وفي تركيا جدل وصلاحيات وطوارئ. توقعات أيضا بإطلاق المختطفين القطريين في العراق قريبا، وارتباط هذا الملف مشاهدينا بالملف السوري بشكل أو بآخر. رح نروح مباشرة لصحيفة الحياة، ومن عناوين الحياة: أردوغان يدشن المرحلة واعدا بإعادة أحكام الإعدام. الجيش العراقي يؤكد استخدام تنظيم الدولة أو ما يعرف بداعش أسلحة كيماوية حسب الصحيفة. روسيا تدخل خط المواجهة مع كوريا الشمالية بوجود طبعا أمريكا. اجتماع روسي تركي إيراني يمهد لأستانا وتثبيت وقف إطلاق النار. أخيرا مع القدس العربي، ومصادر للقدس العربي تقول: كيان إيراني موازي يحكم الدولة العراقية، وحزب الله يخطط لاغتيال قادات شيعية وسنية. من العناوين أيضا: سهر ترامب، سلم العبادي أسماء 610 مسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع ينسقون مع نوري المالكي وقاسم سليماني. تداعيات الاستفتاء التركي، دعوات أوروبية للحوار مع أنقرة، وواشنطن تطالب باحترام جميع الآراء، وإردوغان يزور أضرحة رؤساء سابقين وصحابي وسلاطنة عثمانيين. اليوم الأول لإضراب الأسرى يوحد الشعب الفلسطيني، ومسيرات ومواجهات مع جنود الاحتلال وإصابات واعتقالات. أيضا في عناوين القدس العربي، مستشار ترامب يصرح: دعم روسيا للأسد تسبب بأزمات في العراق ودول مجاورة وأوروبا. والرئيس الجزائري يهنئ بشار الأسد بذكرى الاستقلال أمس. نذهب الآن مباشرة إلى الكاريكاتير. بهذا مشاهدينا بنكون وصلنا لختام فقرة الصحافة وأيضا المدونات.